نفسك تعملي حاجة حلوة سهلة وبسيطة ومحتارة تعملي ايه؟ اعملي الحلو السهل ده. جبت كمية من البسكوت فرمتها في المفرمة كده زي ما انت شايفين، يعني خليتها خشنة شوية ما تبقاش ناعمة قوي. بعد كده هركنها على جنب، وعندي هنا لتر من الحليب السائل، طبعا حليب عادي خالص مش سخن، بارد يعني. حطيت عليه معلقتين كبار من النشا مليانين، ومعلقتين كبار من الدقيق، وحطيت كمان 4 معالق من السكر زي ما انتوا شايفين، طبعا التحلية على حسب الرغبة. وحطيت يعني تقريبا كده 3 معالق كبار من صوص الكراميل، لو ما عندكوش ممكن تستغنوا عنه. لو حابين انكم تخوضوا التجربة دي وتجربوها بصوص الكراميل وما عندكوش وحابين تعملوها، هاتوا 1/2 كوباية من السكر، كرملوها على النار وضفوها على الخليط ده قبل ما نرفعه على النار، وهتديكم نفس النتيجة ونفس الطعم. بعد ما قلبت كده على البارد، حطيتها بقى طبعا على النار كده علشان تتقل شوية، وهفضل اقلب تقليب مستمر لغاية ما تتقل معايا. شايفين اللون بيحول وبيبقى كافيه كده بسبب الكراميل اللي احنا ضفناه للخليط. بعد كده بقى احضر بقى كاسات التقديم. حطيت في الارضية في كل كاسة كده حطيت معلقة من البسكوت اللي احنا بشرناه، وهحط طبقة من البودنج ده، وهحط طبقة كمان من البسكوت، يعني طبقتين بسكوت وطبقتين بودنج. شايفين طبعا الاتنين مع بعض ميكس تحفة، لازم تجربوها بجد مع بعض، يعني هايلين جدا، طعمهم بجد ممتع. حاملة بقى كل الكاسات كده زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة، طبقة بسكوت وطبقة بودنج كده مع بعض، وفي الآخر حديها رشة كده من البسكوت من فوق عشان بس يبقى شكلها حلو. عملت كل الكاسات بنفس الطريقة، عملت معايا 5 اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى جبت صوص كراميل، نفس الصوص اللي استخدمته، حطيته كده على الوش بس كمنظر. طبعا التزيين ده على حسب الرغبة، لو حابين انكم تعملوا صوص الكراميل في البيت، عملت معاكم فيديو قبل كده لأحلى صوص كراميل، يعني احلى كمان من الجاهز، حاسب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وبجد بنصحكم انكم تجربوا الوصفة دي عشان فعلا لذيذة جدا جدا جدا، ومخدتش معايا وقت خالص، في دقايق كنت محضراها. اسهل حاجة حلوة ممكن تعملوها لو انتم ما عندكوش وقت خالص، وبجد يعني شكلها يوحي انها بجد عظمة على عظمة. بس كده بقى وصفتي خلصت النهاردة، استنوني ان شاء الله بكرة في وصفة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوش بقى ان انتم تعملوا لايك للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله.